على الآفاق بالإبداع سحرا، من الآيات تسمو فيك قدرا. تفكر أيها الإنسان فيها. الإنسان في التعريف الدقيق هو المخلوق الأول عند الله. هنا الأفلاك في ليل السهارة تسامرها إلى الإصباح فجرا، وتبحر في ربى الأنوار حينا. ونحن في هذا البرنامج سوف نطوف بآيات الله في الآفاق وآيات الله في النفس، لأن قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وتدعو للهدى سرا وجهرا، ويخل الوعد في مرسى الأمان، على أسرارها يزدان فكرا. على الآفاق، على الآفاق، على الآفاق بالإبداع سحرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، هذا الإنسان يولد في رحم أمه، ولكن مع هذا المولود الصغير قرص لحمي كبير. ما هذا القرص؟ العلماء قالوا يجتمع في هذا القرص دم الأم مع دم الجنين. بالمناسبة، لو أعطينا إنساناً دماً في وريده من زمرة أخرى يموت فوراً بانحلال الدم، حقيقة مسلم بها. أي إنسان يعطى دم من زمرة غير زمرته يموت فوراً بانحلال الدم. والذي يلفت النظر أن زمرة دم الأم وأن زمرة دم الجنين ليستا متشابهتين، كل دم من زمرة، وهذا الدم يجتمع في المشيمة، في المشيمة، هذا القرص اللحمي الذي ينزل مع الجنين عند الولادة، يسمى في بعض اللغات الدارجة بالخلاص. هذه المشيمة فيها قرص لحمي، وفي بين دم الأم ودم الجنين غشاء عاقل. الذي يلفت النظر لما سمي الغشاء عاقلاً؟ قال لأنه يقوم بأعمال تعجز عنها العقلاء. لو جمعنا عقلاء الأرض لا تستطيع مجتمعة أن تقوم بمهمات الغشاء العاقل. هذا الغشاء العاقل يأخذ السكر من دم الأم، يضعه في دم الجنين، ثم يأخذ الأكسجين من دم الأم، يضعه في دم الجنين، ثم يأخذ الأنسولين من دم الأم، يضعه في دم الجنين. صار في دم الجنين سكر وأكسجين ووسيط والأنسولين، يحترق السكر بالأكسجين وتنشأ الحرارة في جسم الجنين، الحرارة 37. هي أول مهمة. الغشاء العاقل يعلم بدقة بالغة ما الذي يحتاجه هذا الجنين، ولكن قبل نقل احتياجاته ينقل للجنين عوامل مناعة الأم، أي أن جميع الأمراض التي أصيبت بها الأم تنقل مناعتها إلى دم الجنين، فالجنين محصن من جميع الأمراض التي أصيبت بها أمه. هي الوظيفة الثانية. أما الوظيفة الثالثة أعقد وظيفة، هذا الجنين ماذا يحتاج من أنواع الغذائيات، من البروتينات، من الشحوم الثلاثية، من المعادن، من أشباه المعادن، وقد تصل هذه المواد إلى 1000 مادة. هذا الغشاء العاقل يعلم بدقة متناهية كم يحتاج هذا الجنين من هذه المواد.
وكم هي النسب. لذلك قالوا هذه النسب تتبدل كل ساعة. هذه المهمة لا يستطيع أطباء الأرض مجتمعين أن يفعلوها. يعلم هذا الغشاء العاقل كم يحتاج هذا الجنين من السكريات، من الدهنيات، من الشحوم الثلاثية، من البروتينات، من المعادن، أشباه المعادن، ويتم نقل هذه المواد عبر هذا الغشاء، وهذه تكاد تكون معجزة في علم الطب، وظائف الغشاء العاقل. لذلك سماه العلماء الغشاء العاقل، لأنه يقوم بأعمال يعجز عنها العقلاء. الآن الغشاء العاقل ينقل للجنين كما قلت عوامل المناعة، وينقل المواد الغذائية بالتفاصيل الدقيقة الدقيقة الدقيقة. وفوق كل ذلك الغشاء العاقل قد يجد أن هذه الأم لا تأكل هذا الطعام، وحينما لا تأكل هذا الطعام يفتقر الجنين إلى البوتاسيوم الذي في هذا الطعام، فالأم في هذا الدور، دور الإرضاع، تشتهي طعاماً يحتاجه الجنين. فلذلك أيها الإخوة، أكاد أقول ولا أبالغ، إن وظائف الغشاء العاقل، إن وظائف الغشاء العاقل وحدها تعد أكبر معجزة في خلق الإنسان. غشاء عاقل، لو جاء محل الغشاء آلاف الأطباء لا يستطيعون أن يصلوا إلى مستوى أدائه ووظيفته. لذلك أيها الإخوة، الجنين غشاؤه العاقل هو الذي يعطيه التوجيهات الدقيقة جداً فيما يحتاج وفيما لا يحتاج. لكن أحياناً هذا الغشاء العاقل نقل الغذاء، والغذاء احترق بالأكسجين وأصبح ثاني أكسيد الكربون. ماذا يفعل؟ ينقل غاز ثاني أكسيد الكربون من دم الجنين إلى دم الأم. الآن زفير الأم جزء منه زفير ابنها الذي في بطنها. الأم مرتاحة، هو في بطنها يتغذى، وكأنه يأخذ الأكسجين ويأخذ المواد الأساسية الغذائية والفيتامينات كله عن طريق هذا الغشاء العاقل. لذلك كلمة عاقل ليست غريبة على هذا الغشاء، يقوم بأعمال يعجز عنها العقلاء. إذن حينما يحتاج الجنين إلى غذاء معين، والأم إما لفقرها أو لانصرافها لطعام آخر لا تأكل هذا الطعام، تشتهي الأم في أثناء الحمل طعاماً يحل مشكلة الجنين. يعني هل يقال أن الابن يطرق على أمه رحمها أريد السكريات أريد البروتينات؟ هذا شيء مستحيل. شهوة المرأة الحامل هي حاجة الجنين، هذا مما يعرفه العامة والخاصة والأطباء. إذن هذا الغشاء ما زدنا عن أن قلنا الغشاء العاقل الذي يقوم به العقلاء تماما. لذلك أخواننا الكرام، كما أن آيات الله تتبدأ في الأكوان تتبدأ في خلق الإنسان. يعني لما الله بيقول الإنسان فلينظر الإنسان إلى طعامه، إلى شرابه، إلى هذه الأغذية، هذه الفواكه، الخضروات، اللحوم، نظام الهضم في جسم الإنسان، تمثل الغذاء إلى دم، هذا كله آيات دقيقة جداً. فهو الجاهل الحقيقة ما في صفة بالإنسان أسوأ من الجهل. الجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. أعيدها مرة ثانية، الجاهل يفعل في نفسه ما لا يستطيع عدوه أن يفعله به. الآن ما سر وجود الإنسان في النار؟ استمعوا إلى قوله تعالى، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. ذلك أن الإنسان جبل على حب وجوده وعلى حب كمال وجوده واستمرار وجوده، فإذا عرف أن وجوده وكمال وجوده واستمرار وجوده أساسه يطبق تعليمات الصانع، فكان هذا الدين هو تعليمات الصانع، والإنسان هو الآلة الأولى في الحياة، ولا بد من أن نتحرك مع الآلة وفق منهج الله عز وجل. وأرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بهذا العلم
وأن يلهمنا الخير والصواب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.